وقد يتساءل المتساءل، لماذا تهجم الأفكار علي فور دخولي للصلاة ولا تكون قبل ذلك؟ هناك مثال 103، بيت الملك وبيت الغني وبيت الفقير. يقول ابن القيم: إن السارق إذا أراد أن يسرق فإنه لا يسرق من بيت الملك ولا يسرق من بيت الفقير، وإنما يسرق من بيت الغني. قال: فإن بيت الملك فيه من الحرس والجند ما يمنع السارق من توجه إليه، وأما بيت الفقير فبيت الفقير لا شيء فيه، فماذا عساه أن يسرق؟ لا يسرق شيء، فيتوجه إلى الغني، لديه مال وليس عنده حرس. وكذلك أنت، لم تبلغ القمة بحيث ما يستطيع أن يدخل عليك الشيطان، ولست فقيرا، إنما يعينك على الخشوع علمك أن صلاتك بلا خشوع تعب بلا حسنة. كلما خشعت أكثر كلما حصلت على أجر أكثر. إن خشعت 3 ركعات أخذت 3 ركعات، وإن خشعت 2 ركعتين أخذت 2 ركعتين، وإن خشعت 1 ركعة أخذت 1 ركعة. إن لم تخشع شيئا يخشى أن لا يكتب لك أجر. كيف؟ الصلاة باطلة؟ لا، ليست باطلة، صحيحة، ولكن مسألة الحسنات مسألة أخرى. وللصلاة أسرار ومفاتيح كثيرة، منها مفتاح سحري غير صلاة الآلاف. هذا المفتاح من مفاتيح الصلاة غير صلاة الآلاف. إحدى الأخوات التي استعملت هذا المفتاح تقول: المفتاح السحري فعل بي الأعاجيب. كثير من الناس تغيرت صلاتهم لما استعمل هذا المفتاح. أريد أن أفتح لك وأكشف لك المفتاح السحري، وفي الحقيقة قبل أن أفتحه أريد أن أسأل سؤالا: ما هي أكثر اللحظات وأكثر الأيام التي نخشع فيها على مدار العام؟ أكثر شهر نخشع فيه على مدار العام أي شهر؟ رمضان، صح؟ وفي رمضان أين نخشع أكثر؟ تقول لي: غالبا في صلاة القيام. طيب، وفي صلاة القيام والتراويح ما هي أكثر اللحظات تبكي الناس؟ ألا تجد أن لحظة الدعاء عندما يدعو الإمام فإن الناس يبكون؟ انتبه إليه، فقط مع دخول الإمام في الاستعاذة من النار وسؤال الجنة وغيره يبدأ الناس البكاء. لماذا؟ هم فعلا طبقوا المفتاح السحري هنا. كيف؟ عندما كان في هذه اللحظة أحس أنه يخاطب أحدا وأنه يكلم أحدا وينتظر منه، هذه تحرك القلب وتوجب الانتباه وحضور القلب الذي يوجب الخشوع واللذة. أتدري ما هو المفتاح السحري؟ المفتاح السحري 3 كلمات، احفظها، كلمه، خاطبه، تحدث إليه. كلم ربك، خاطب ربك في الصلاة، تحدث إليه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. يقول شيخنا العثيمين رحمة الله عليه: يناجيه يعني يخاطبه، وذلك أن الإنسان إذا دخل في الصلاة، يقول الشيخ، فقد دخل على الله عز وجل ووقف بين يديه، فليستشعر أنه يخاطب الله بكامل صفاته. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك حال كثير من الناس أنهم لا يستشعرون في الصلاة صلة، وكأن الحديث من طرف واحد، هذا خطأ. إذا استشعرت وأنت تقول: الحمد لله رب العالمين، أنا الحمد لك يا رب لأنك أنت الذي أنعمت علي وأنت أهل الكمال، وإذا استشعرت وأنت تقول: إياك نعبد، أنا العبادة لك وحدك، إياك نعبد وخاطبك، إياك نعبد وإياك نستعين، اجعل الصلاة كلها مناجاة، ستستمتع بالصلاة انكسر بين يديه. خاطبه بالصلاة: إخواني خاطبوا ربكم في الصلاة فإنه يخاطبكم. يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. بالركوع عندما تسبح اعرف أنك تسبح ربك، تقول: سبحان ربي، ربي العظيم. إذا أخذت الصلاة كلها مناجاة بهذه الطريقة فسوف ترى في الصلاة عجبا. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي، وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. بالصلاة.